السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. وأخيرا وصل التحديث المنتظر لأجهزة الفاير تي في ستيك 4K. البارحة يا إخواني كما شاهدتم في البث المباشر وصل التحديث وأخيرا. نعم، لماذا؟ لأنه الأمازون، على فكرة يا إخواني، أمازون ترسل لكل أجهزة الفاير تي في ستيك تقريبا 4 تحديثات، كلها يعني ميني إبديت، يعني تحديثات صغيرة، الأول والثاني والثالث، تقريبا 4. وأخيرا يصلك التحديث اللي هو 6.2.8.0 اللي تشاهدون، هذه هي الانترفاس إخواني، وهو نفس التحديث أو نفس الانترفاس اللي على الفاير تي في ستيك لايت واللي شرحتها في أحد الفيديوهات. في الدائرة البيضاء هناك نسخة لهذه هذا الجهاز. بالنسبة لنسخة الفاير تي في ستيك 4K، أخيرا إخواني وصلكم أو سيصلكم التحديث، يعني من لم يصله بعد نحاول يدخل على المعلومات الفاير تي في ويروح على الابديت ويشوف النسخ. سأريكم بعد قليل هذه الانترفاس الجديدة إخواني والرائعة تماما. هذه يا إخواني إذن الانترفاس الجديدة كما تشاهدون، سريعة جدا سريعة جدا، يعني هذه النسخة إخواني. بالنسبة للإضافات إخواني نشوفوا ما هو الجديد في هذه النسخة. بالنسبة لنسختنا اليوم إخواني على فاير تي في ستيك، اول شيء بالنسبه لنتاكد بانها فعلا الفاير تي في ستيك لكي لا يقول اي شخص بانها اللايت، هذه هي. نروح على التطبيقات ونروح على تطبيق اخواني، هناك تطبيق اللي هو هذا انفورمر، ستشاهدون بان النسخه اللي بين يدي اخواني هي النسخة الـ 2018. شاهدوا معي، ها هي الفاير تي في ستيك الجينيريشن الأولى والموديل 2018 فاير تي في ستيك 4K. اذا اخوان كما تشاهدون ها هي الانترفاس الجديدة. اول شيء تجدون بانه تم اضافة هذه المرة بروفايل، يعني يمكن ان تنشئ بروفايل باسمك، تضيف واحد لأحد افراد العائلة، زوجتك او اخوك او اي واحد. اوكي، في البروفايل سيتينج يمكننا التعديل على البروفايل، يعني يمكنني ان اخصص البروفايل حسب اهتماماتي كما تشاهدون. لو كان لدي برايم فيديو ممكن ان اضيف يعني حتى باسورد، يعني لكي لا يدخل اي واحد من افراد الاسره على البروفايل الخاص بي. هذا بالنسبه للبروفايلات. نروح لشيء اخر اللي هي الهوم. في الهوم اخواني طبعا ريكومنديشن، لديكم عدد من الاقتراحات من أمازون، منها تطبيقات، منها يعني أفلام مسلسلات على حسب الذوق إخواني والاهتمامات. على العموم نطلع الفوق ونروح على فايند. فايند هنا يمكننا البحث إخواني عن أي محتوى، سواء كان يعني أفلام، حتى التطبيقات يمكنكم البحث. على العموم بالنسبة للأفلام مثلا نبحث هنا، تدخلون على الأفلام، تدخلون على المسلسلات، يعني حسب الاهتمامات، حسب اهتماماتكم كما تشاهدون إخواني، فهو كل شيء موضح. هنا الأب ستور طبعا، هنا يمكنكم البحث عن التطبيقات، وهذه المرة يعني تم وضع التطبيقات في جانب واحد كما تشاهدون، يمكنكم البحث عن التطبيقات بكل سهولة، ودائما اقتراحات من أمازون. شيء آخر إخواني هذه المرة جديد هي اللايف. اللايف كيف يعني؟ بالنسبة للريموت الجديد الموديل 2021، تكلمت بأن هناك فاير تي في 6 ستخرج للأسواق في آخر أبريل، في آخر هذا الشهر تقريبا 28 أبريل، والدائرة البيضاء هناك فيديو إخباري عن هذه النسخة. هناك زر لايف، يعني تدخلون لهذه القائمة. في هذه القائمة إخواني في اللايف هناك بعض التطبيقات اللي هي تطبيقات قنوات مثل زوم وبلوتو، ويمكنكم إضافة عدد من هذه التطبيقات، وسأشرح لكم كيف تضيفون زوم. مثلا لدينا هنا زوم، تشاهدون إخواني بأنه يمكنني الوصول إلى المحتوى الأمريكي بكل سهولة عن طريق هذه القطعة إخواني. إذن هذه بالنسبة لخاصية اللايف، سنتكلم عنها في درس لاحق. هنا التطبيقات إخواني كما تشاهدون، التطبيقات اللي هي في الواجهة أو الفابوريت، يعني يمكن الوصول. على فكرة شاهد يعمل بشكل ممتاز على هذا الجهاز، وذكرت ذلك في البث المباشر البارحة. نتفليكس، برايم فيديو، زومو طبعا، ويمكن إضافة ما تحبون في الواجهة. في هذا الجانب إخواني هنا لدينا التطبيقات، ضغطنا هكذا نصل للتطبيقات كما تشاهدون. نحن الآن في كل تطبيقات الجهاز، يمكنني مثلا أن أقوم بتحريك أي تطبيق. لتحريك أي تطبيق إخواني نقف مثلا على كراكل لنفترض، ضغطة مطولة
يتم تحديده، والآن يمكنني أن أذهب بالتطبيق وغير الموضع، ممكن أن أضعه هنا، يمكن أن أضعه في آخر القائمة مثلا، أضيفه هنا وأوكي، ويتم نقل التطبيق من موقعه. يمكننا أيضا حذف تطبيق معين، لو أحببت أن أحذف مثلا تطبيق معين، مثلا نحذف إنفورم. لو تريد أن تحذف تطبيق دائما بهذه الثلاث أو الأربع أشرط اللي في هذه الزر، نضغط هكذا تنبثق لهذه القائمة. الآن يمكنني إما أن أحركه أو أن أنقله للواجهة أو أن أخفي التطبيق. مجموعة من المعلومات حول التطبيق، إنستال. إنستال سأضغط عليها فقط هكذا، يقول لي هل تريد حذف التطبيق؟ قل له نعم أوكي، وسنحذف التطبيق بكل سهولة إخواني، ونحذف التطبيق. لو أحببت مثلا أن أخفي تطبيق معين، أن أخفيه عن الأطفال مثلا، أريد أن أخفي مثلا يوتيوب، تطبيق يوتيوب عن أطفال، نفس الشيء على هذا الزر، وهذه المرة على hide from your application كما تشاهدون، hide from your application أوكي، وكما تشاهدون اختفى التطبيق. شيء جميل جدا. لو أحببت أن أعيده نفس الشيء، ضغطة مطولة أو أدخل للإعدادات وأعيد التطبيق للواجهة. شيء آخر إخواني، هذه بالنسبة للتطبيقات، والإضافات الأخرى هي في القوائم الإعدادات في الجانب هنا. ها هي الإعدادات إخواني، هذه المرة لديكم Notification، Accountant Profile، Network، Display and Sound، Application، Equipment Control، Live TV. كما قلنا هنا سيكون درس قادم إن شاء الله سنشرحها، Controller Bluetooth Device تضيفون أي قطعة، أليكسا، إعدادات أليكسا، Preference الإعدادات الجهاز، وأيضا لديكم هنا My Fire TV وAccessibility وHelp. نروح على My Fire TV إخوان، هنا سنرى التحديث إخوان. نروح على About، وكما تشاهدون إخواني فالنسخة هي Fire TV 4K، تشاهدون النسخة هي 6280، هي آخر نسخة. يعني لكي تحصلون على هذا الانترفاس لازم يكون FireOS نسخته 6280 كما يظهر معكم إخواني، اللي هي الفاير تي في ستيك 4K كما تشاهدون. هنا ستوراج، نتورك، يعني مجموعة من المعلومات حول هذه القطعة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو إخواني. كل من لديه هذه القطعة يحاول يبحث في دخول، دائما ادخل على الإعدادات، اذهبوا للماي فاير تي في واذهبوا إلى About، وبعد ذلك إلى الابديت، شوفوا هل هناك نسخة. إذا وجدت نسخة قم بتحميلها، قم بتحميلها، لأن ربما ستصلك أربع ميني يبديت، تحديثات صغيرة اللي هي تؤهل الفاير تي في ستيك الخاصة بك للوصول إلى النسخة الأخيرة والإنترفاس الجديدة. عذرا على الإطالة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك لهذا الفيديو إخواني، ادعموا القناة أحبائي، ودائما نأتيكم بالجديد. كان معكم أخوكم محمد من قناة سيكريت أوف نت، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله، نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم، تحياتي لكم.